قاعد أسوي قطاعة صابون على مقاس القالب. طبعا القطاعة بين الخط والثاني 3 سنتي، راح أحط هني براغي متقابلة، وبعدين أحط سيم، هذا ربطة السيم عشان يقطع لي الصابون. خلوكم معاي. طبعا سويت الجهة هذه 3 6 9 10 11 مسمار، راح اسوي الجهة المقابلة. خلوكم معاي. طبعا سويت الجهتين، وتابعوا معاي ان شاء الله شنو يصير معاي بالسيم. طبعا ناخذ السيم نفسه و طول معين ونشد بشدة، طبعا عشان اصور بكاميرا بيد واحدة، فنشد عن طريق الكلابتين ونسحب مع الشد والتواء. اصور لكم بس اتوقف شوية. تكون هذه الشدة نفسها، ونسكر المسمار. والمسمار الجهة الاخرى يكون هني السيم نشد معانا بهالطريقة. أكمل ونشوف. طبعا هذا الشكل الأخير للقطاعة، وراح أوريكم شلون نقطع فيها الصابون. صارت أيضا آلة موسيقية، راح أوريكم إن شاء الله شلون نقطع فيها الصابون في شرائح متساوية. تابعوا معي. يعطيكم العافية. طبعا هذا قالب الصابون، صابون الأسود، راح نشوف بالتغطية. نحط طبعا شيء مرتفع ونحط الصابون بالنص، وهذا القطاعة اللي سويناها قبل شوي مسافة 3 سنتي. طبعا ما نقطع بهالطريقة هذه بهالشكل هذا، زين، نقطع بالمقلوب على الحفة بالضبط، ونقطع بالمغلوب عشان يطلع لنا مسافة 3 سنتي، ونضغط ضغطة بسم الله على مستوى 1، ونشوف الصابون قطع جميل ان شاء الله. هذه قطعة صابون قطعناها في هذه الطريقة، وشكرا لكم. الشكل النهائي لقطع الصابون بضبوط، الحمد لله نجحت العملية. شكرا للمتابعة.